كوكو فيلم رعب وغموض انتاج 2024 مدة الفيلم ساعة واربعين دقيقة لا يصلح لمن اعمارهم اقل من 15 عاما متوفر للمشاهدة. قصة الفيلم فتاة تنتقل للعيش في قرية نائية حيث تكتشف وجود قوى شريرة تحاول السيطرة عليها. العنوان العريض للفيلم لغز محير ومطاردة مرعبة. يمزج الفيلم بين الرعب والتشويق بطريقة مثيرة للاهتمام ليقدم قصة غريبة تدور في أجواء قاتمة ومخيفة يحمل بين طياته رموزا ودلالات عميقة. السيناريو والحوار يبدأ السيناريو مع انتقال جريتشن إلى منزل والدها الجديد في جبال الألب الألمانية حيث تبدأ سلسلة من الأحداث الغريبة والمخيفة. تتعرض لمضايقات مستمرة من قبل سكان القرية وتكتشف وجود قوى شريرة تحاول السيطرة عليها. تزداد الأمور تعقيدا مع ظهور شخصية غامضة تدعى كوين الذي يمتلك نفوذا كبيرة في المنطقة ويبدو أنه على علاقة وثيقة بالأحداث الغريبة التي تشهدها جريتشن. تتوالى الأحداث بشكل متسارع وتجد نفسها في مواجهة مخلوق غريب ومخيف يلاحقها بلا هوادة. تحاول كشف لغز هذا المخلوق وتفهم الدوافع خلف أفعاله ومع تقدم الأحداث تكتشف أن هناك الكثير من الأسرار المدفونة في هذه القرية وأنها ليست الضحية الوحيدة. يشير عنوان الفيلم إلى طائر الوكواك الذي يشتهر بعادته في وضع بيضة في أعشاش الطيور الأخرى. هذه العادة تحمل دلالات رمزية عميقة حيث أنها استعارة للشر الذي يتسلل إلى حياة الأبرياء ويفتك بهم. تمثل القرية المعزولة مجتمعا صغيرا مليئا بالأسرار والخبايا رمزا للعقل الباطن حيث تختبئ الرغبات المكبوتة والمخاوف الدفينة. يمثل المخلوق الغريب الذي يلاحق جريتشن الجانب المظلم من النفس البشرية وهو تجسيد للشر المطلق. تحمل كل شخصية رمزية خاصة بها فجريتشن تمثل الضحية البريئة التي تحاول النجاة من الظلم بينما يمثل كوين القوة الشريرة التي تسعى للسيطرة على الآخرين. ولكن السيناريو يحتوي على بعض الأحداث غير المنطقية والشخصيات الثانوية ليست متعمقة بشكل كافي ومع ذلك فإن قوة السيناريو تكمن في قدرته على خلق جو من الرعب والتشويق وإثارة الفضول. الإخراج والتصوير والإضاءة تتميز الرؤية الإخراجية بخلق جو من الغموض والرعب وذلك من خلال استخدام مجموعة متنوعة من التكوينات البصرية. المخرج خلق تجربة بصرية قوية وتجعلنا نشعر بالقلق والتوتر. تعتمد الإضاءة في الفيلم بشكل كبير على الظلال القاتمة والأضواء الخافتة مما يخلق جو من الغموض والرعب. يتم استخدام الإضاءة المنخفضة بشكل متعمد لتسليط الضوء على التفاصيل المرعبة وخلق أجواء من الخوف. تهيمن الألوان الداكنة والباردة على الفيلم مثل الأسود والأزرق والرمادي مما يعكس الحالة النفسية للشخصيات ويعزز الشعور باليأس. يستخدم المخرج زوايا تصوير غير تقليدية لخلق شعور بعدم الاستقرار والتهديد مع الإيقاع البطيء مما يعزز الشعور بالتوتر والانتظار. ويتم أيضا استخدام الحركة السريعة والمفاجئة بشكل مقصود لخلق صدمة في الوقت المناسب. جودة التصوير جيدة حيث تتميز الصورة بالوضوح وحدة الألوان تساهم في خلق تجربة بصرية ممتعة ومع ذلك يمكن ملاحظة بعض السلبيات في بعض المشاهد مثل عدم التوازن في الألوان. المونتاج سلس مناسب للأجواء العامة بالفيلم. الموسيقى هناك علاقة وثيقة بين الموسيقى والصورة في الفيلم حيث تتفاعل الموسيقى مع الأحداث البصرية بشكل متناغم. تستخدم الموسيقى لتعزيز تأثير اللقطات المخيفة وتخفيف التوتر في اللقطات الهادئة وتتطور أيضا مع تصاعد الأحداث حيث تصبح أكثر قطامة كلما اقتربنا من النهاية. الديكور يؤدي دوره في خلق الأجواء المرعبة والمشوقة حيث يتميز بكونه قاتما يستخدم الألوان الداكنة والأثاث القديم. يتميز الديكور أيضا بوجود عناصر غريبة وغير مألوفة مما يخلق جوا من الغموض. الممثلين بطلة الفيلم تمكنت من تجسيد شخصية مراهقة حزينة تعاني من فقدان والدتها وتشعر بالوحدة والعزلة وقد نجحت في التعبير عن نطاق واسع من العواطف. قدمت عمقا نفسيا لشخصية جريتشن حيث برزت صراعاتها الداخلية وكفاحها من أجل البقاء وتمكنت من التفاعل بشكل مقنع مع البيئة المحيطة بها سواء كانت مع عائلتها الجديدة
أو مع الشخصيات الأخرى في الفيلم. قدم ستيفنز أداء متميز في تقسيط شخصية السيد كوين، حيث انتقل بسلاسة من شخصية جذابة ومثيرة للاهتمام إلى شخصية شريرة ومؤذية، تمكن من التعبير عن الجنون والاضطراب النفسي لشخصيته بشكل مقنع، مما زاد من رعب الشخصية. في الختام، يغوص الفيلم في أعماق النفس البشرية ويكشف عن أوجه مظلمة تختبئ خلف الوجوه البريئة. الفيلم يستخدم تقنيات بصرية وصوتية متقنة لبناء أجواء من الرعب والتشويق. أداء الممثلين في الفيلم يستحق الإشادة، تمكنوا من تجسيد شخصياتهم ونقل مشاعرهم بشكل مقنع، إلا أن الفيلم يعاني من بعض السلبيات التي لا يمكن تجاهلها، فالإفراط في استخدام الكليشيهات في بعض الأحيان يجعل الأحداث متوقعة ويقلل من عنصر المفاجأة، كما أن بعض الشخصيات تبدو غير متطورة بما يكفي، مما يضعف من عمق القصة، وأيضا للأسف يحتوي على أجندات. تقييم للفيلم 7/10.